هل تتوقع سرعة بالرد من حزب الله على هذا الاعتداء السافر؟ أكيد بطبيعة الحال نوعية الرد هي المقاومة بتقدمها، بس كسرعة الرد إذا بنرجع بالتاريخ لورا بنحكي نحن كمقاومة بلبنان ما بتطول كثير يعني حتى يتم الرد على العدو الإسرائيلي، وخاصة نحن هلا بوقت في الجبهة والعة، يعني كان قبل ما يكون مكان في حرب أو كان يتم عملية اغتيال أو قصف تقوم المقاومة وترد. يعني بطبيعة الحال أمام الواقع الراهن اللي موجود هلا، حرب موجودة يعني قصف موجود بجنوب لبنان، هلا بدنا ننتظر نحن أول شيء بيانات المقاومة لنعرف أول شيء مصير القائد الكبير فؤاد شكر. بطبيعة الحال هلا المقاومة بدها ترد، يعني تم انتهاك السيادة اللبنانية أول شيء ضرب قصف العاصمة بيروت، استشهاد أطفال ونساء. بطبيعة الحال أمام هذا الواقع الكيان الغاصب الأرض الفلسطيني المحتلة هو أفضل المستوطنات، غالبية المستوطنات الموجودة على الحدود مع لبنان هي فارغة، وهنا عم شكله ضغط بالداخل الإسرائيلي عليه كرمال أنه يرجع على حدوده، وهو يعني موقف بعد 7 أكتوبر لتاريخ يعني الأسبوع تقريبا بيبعثوا مفاوضين ومشاريع، حتى بعتقد الالمان كمان اليوم يمكن بيجوا على لبنان بطبيعه الحال لحتى انه يطالبوا انه حزب الله يسحب قوه الرضوان على حدود 8 كيلو او 15 كيلو. بطبيعه الحال المقاومه هي الشعب، نعم، هي ابناء الارض.